ما العدد الأفضل لركعات قيام الليل؟ إذا كنت ستصلي بصفة صلاة رسول الله فالأفضل 11 كصفة وعدد، لكن إذا كنت ستقلل في القراءة فالباب مفتوح، لأن العلماء يأخذون العبرة بالزمن. إن النبي قال أحب الصيام صيام داود، كان وأحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، فعول على الزمن. فإذا قللت في القراءة أطل في أكثر من الركعات، وإذا أطلت القراءة قلل في عدد الركعات.